من سيفصلنا عن محبه المسيح اشده ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سيف كما هو مكتوب اننا من اجلك نمات كل نهار من سيفصلنا عن محبه المسيح اشده ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سيف كما هو مكتوب اننا من اجلك نمات كل النهار من صيلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف يا ما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل نار. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. رساله معلمنا القديس يعقوب الرسول الاصحاح الثاني من ايه واحد من ايه واحد بركاته فلتكن معنا امين. يا اخوتي لا يكن لكم ايمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباه. فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي ودخل أيضًا فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له: اجلس أنت هنا حسنًا، وقلتم للفقير: قف أنت هناك أو اجلس هنا تحت موطأ قدمي، فهل لا ترتبون في أنفسكم؟ وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ اسمعوا يا إخوة الحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم؟ أغنياء في الإيمان؟ وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ أما أنتم فأهنتم الفقير، أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم إلى المحاكم؟ اما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم فان كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب تحب قريبك كنفسك فحسنا تفعلون ولكن ان كنتم تحابون وتفعلون خطيه موبخين من الناموس كمتعدين لان من حفظ كل الناموس وانما عثر في واحده فقد صار مجرما في الكل لان الذي قال لا تزني قال ايضا لا تقتل فان لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعديا الناموس هكذا تكلموا وهكذا افعلوا كعديدين ان تحاكموا بناموس الحريه لان الحكم هو بلا رحمه لمن لم يعمل رحمه والرحمة تفتخر على الحكم لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم والصبح لإلهنا دائما أبديا أمين بعد أن تكلمنا في المرة اللي فاتت عن الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب افتقاد اليتامى والأرامل وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في هذا العالم بدأ يدخل في معاملتنا مع الناس اللي هي بين الاغنياء وبين الفقراء. فقال يا اخوتي لا يكن لكم لا يكن لكم ايمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباه. يعني ايه؟ يعني ايمان ربنا واضح. لما تيجي تعلن فكره ايمانيه للغني زي ما تعلن فكره ايمانيه للفقير. يعني لما يجي لك واحد غني ولا رجل اعمال ويقول لك انا بشرب سجاير بسيطه مش حاجه يعني حاول تبطلها لكن ما حاجه لكن لما يجي واحد فقير ويقول لك انا بشرب سجاير يقول لا ما تتناولش لا خلي مبداك للكل واحد اكتر حاجه تزعل ربنا المحاباه انك تميز واحد عن واحد ده حتى عندنا في المثل يقول لك العدل في الظلم يبقى يبقى هو ده العدل. يعني انت لما تبقى تظلم الكل ده بالنسبه ليه عدل. لكن تظلم واحد وتحرر واحد لا. لا. عشان كده بيقول اوعى ايمان ربنا بالنسبه ليكم يكون انك انت تحابي. ما تحابيش حد. اللي هتحكم على الفقير احكم على الغني. الخطوات اللي تاخدها مع الفقير خطوات تاخدها مع غني. عشان كده يا اخوتي لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة خلي بالك كلمة رب المجد لأنك لو انت شايف مجد ربنا يسوع مش هتشوف مجد أهل العالم هيبقى الغني عندك زي الفقير هيبقى الغني عندك لكن مادام مش شايف مجد ربنا هتشوف مجد الغني وهتشوف ذل الفقير عشان كده بيقول ايه؟ بيقول: فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي لابس خواتم ذهب، راجل صاحب ملكية، لابس هدوم حلوة بهية، ودخل أيضا فقير بلباس وثق يعني مش نظيف، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له: اجلس أنت هنا حسنا وقلتم للفقير قف أنت هناك أو اجلس هنا تحت موطأ قدمي فهل لا ترتبون في أنفسكم؟ ليه بتميز ده عن ده؟ وهنا تحضرني قصة حصلت مع الأنبا مكاريوس البابا وهو مطران أسيوط كان ليلة عيد الميلاد ودخل انسان الكنيسه بهدوم مش نظيفه قذره وفضل ماشي لغايه ما جه عند الدكه الاولانيه بيبقوا مفضين الدكه الاولانيه والثانيه للناس الكبار بتوع الدوله اللي بيجوا يهنوا في العيد. وراح قاعد طبعا جم المسؤولين راحوا مرجعين ورا فرجع ورا بعد ما خلص القداس والانبا مكاريوس واقف بيسلم على الشمامسه اولاده بيهنوه وبعد ما انصرف الشعب وكان مع الانبا مكاريوس خمسه سته منهم آه ميخائيل عبيد وبعدين راجل قعد ورا فقالوا شوفوا الراجل ده في ايه فراح له واحد من الشمامسه الموجودين قال له انت قاعد هنا فين قال له اصلا ماليش مكان وهبات هنا في الكنيسة فقالوا له مفيش بيات في الكنيسة قال طب انا هروح فين ابات فين فجابوه قدام الانبا مكاريوس فقال له انت, انت منين قال له انا غريب مش من هنا قال له بس مفيش بيات في الكنيسه ممكن تاخد قرشين وتروح في اي لوكندا او اي فندق عشان تبات والقرش ليكن عبيد مخايل طلع له قرشين عشان يدهم له فزقه وقال له زق ايده وقال لهم له تعيدوا بعيدي ومحدش منكم راضي يقبلني ببيته واختفى تعيدوا بعيدي ومحدش منكم راضي يقبلني ببيته واختفى ما فيش ايه في الكتاب المقدس تقول ان المسيح يسوع اخواته الاغنياء لكن اخواته الفقراء اخواته الاصاغر لما جه ارضنا ما جاش غني رغم ان هو الغني افتقر وهو الغني لكي نغتني ايضا نحن بفقره لكي نغتني نحن ايضا بفقره يبقى إذن هنا لما بنشوف الصوره نشوف الصوره ان الفقير ده اخو الرب الفقير هو اخو الرب عشان كده هنا لما بيتكلم بيقول لما يجي لكم واحد غني بخواتم ذهب تقولوا له اتفضل هنا والفقير تقول له اقعد ورا ولا تعال اقعد عند رجلية فهل ترتبون في انفسكم؟ ايه معنى كلمه لا يعني انت جوا نفسك بقيت تميز ده يستاهل وده ما يستاهلش ده صح وده مش صح في كل الامور ما تحكمش على حد خلي حكم الله على الناس من انت يا من تدين عبد غيرك مين انت عشان تدينه؟ طوبى لمن شغل عيبه عن عيوب الناس يبقى إذا هنا أنتم بترتبون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة. إيه هي الأفكار الشريرة؟ اللي هي الحكم على الغير. في ناس كتيرة تيجي تسأل سؤال فلان ده كذا 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 هيروح فين؟ هيروح السماء ولا هيروح النار؟ آه أنت حطيت نفسك مكان الله. اوعى في يوم من الايام تحكم على انسان حتى لو كان بينكر وجود الله وتقول ده هيروح النار اوعى هو لمولاه اللي يحكم عليه خالقه بلاش انك تكفر حد وتعلن ايمان حد بلاش لانك يوم ما بتكفر واحد يعني معناها بتقول الانسان ده هيهلك انت حطت نفسك مكان الله ربنا انتدبك تبقى قاضي بداله أنت ما انتش اسمك الديان لكن الديان واحد هو الله حتى في الأمور الخارجية بلاش تقول أنت من الدرجة الأولى قدام وأنت من الدرجة الثانية وأنت من الدرجة الثالثة لا لا حب الكل الكنيسة علمتنا ان في الكنيسه الشعب كله سواسيه ايوه الناس درجات لكن السيد زي الخدام في الكنيسه الاثنين واحد يعني حتى لو في طابور التناول جه الخدام قبل السيد اللي بيشتغل عنده يبقى يتناول لان ما فيش تفريق التفريق ده بره لكن مش هنا عشان كده تصيرون قضاة افكار شريره، اسمعوا يا اخواتي الاحباء. اما اختار الله فقراء هذا العالم؟ اغنياء في الايمان؟ يعني لما المسيح تجسد وعايز يختار 12 تلميذ انا لو كنت انا من المسيح اطلع على الهيكل واروح كليه اللاهوت تحت الهيكل وأنقي من الاساتذه المحترمين غمالة قيل ونقدموس ناس درس الكتاب ونفس حفظاه واختارهم دول تلاميذي لا ده راح على بحر طبرية واختار شوية صيادين ما يعرفوش منهم من شمالهم لا عمرهم خدموا ولا عمرهم عملوا حاجة هم دول آه اختار جهال العالم اختار فقراء العالم اختار المزدرة ما دي طريقة ربنا ليه يا رب بتختار كده علشان يرجع المجد ليه احنا ما الا اواني خزفية ضعيفة مرة واحد بيسألني سؤال بيقول لي الوعظ القوي القدير ده بيفرحنا قلت له عايز اقول لك على حاجة قال لي قلت له لما تشوف وعظ بيوعظ حلو قوي قال لا آه قلت له اعرف ان ده راجل جاهل قال لي لا العفو قلت له لا دي حقيقه ربنا ما بيكذبش لو لا جاهل لو لا ربنا اختاره لو هو حكيم ما كانش ربنا اختاره هو اختار جهال العالم هو ربنا ما بيشتغلش غير في الضعف بيقول قوتي في الضعف تكمل الضعف ايه رايك في داود النبي رجل متفوه في الكلام لساني قلم كاتب ماهر. كلمة لسان قلم كاتب ماهر يعني محامي مدافع. وإيه رأيك في موسى النبي ثقيل الفم واللسان؟ لما حب يختار واحد يكون كليم الله ما اختارش داوود اختار موسى. اللي هو ثقيل الفم واللسان يبقى هو كليم الله. موسى كان رجل حليم. آه داوود كان راجل اخطا واختاره وغيره ووعدوا ان المسيح يجي من نسله. ربنا دي طريقته. لما يحب يجيب نسل لاسرائيل او لابراهيم لازم يجيبه من واحده عاقر اللي هي ساره. عاقر. وشوف العاقر لما تلد العاقر جابت اسحاق الجميل والعاقر الثانيه حنا جابت ماسح الملوك صموئيل والعاقر الثالث اليصابات جابت اعظم مواليد النساء يوحنا المعمدان دي الصوره اللي بيوريها لنا الكتاب من اجل هذا بولس الرسول يقول اسر بضعفاتي يعني افرح لانه فيما انا ضعيف انا قوي لأن الرب قال لي إن قوتي في الضعف تكمل. اسمعوا يا إخوتي الأحباء أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان. فقير لكن غني ودي عايز أحط آية جنبها بولس الرسول قالها. قال نحن فقراء ولكن نغني كثيرين. خلي بالك كان المفروض يقول نحن فقراء ولكن نحن أغنى من كثيرين لا هنفضل فقراء ونغني كثيرين تغني كثيرين ما انت فقير وفقد الشيء لا يعطيه ومن قال لك ان انا هدي مني انا هدي منه هو عارف زي بيه زي الصراف الوكيل اللي قاعد على الخزنه في البنك ممكن يطلع من البيت ويروح البنك وجيبه ما فيهش مئة جنيه لكن وهو في البنك يقدر يصرف الافات وملايين بس مش من عنده احنا كده بنصرف من عنده هو فقراء وهنظل فقراء بس نغني كثيرين نغنيهم نغنيهم باللي مش عندهم نغنيهم باللي مش عندهم ادي معنى كلمه اما اختار الله فقراء العالم أغنياء في الإيمان ده هنا وورث للملكوت هناك أيها المؤمن الحقيقي أنت توارث مع المسيح يمكن واحد يقول لك للأسف أنا اتولدت من أب وأم غلابة على قدهم ما حلتهمش حاجة وما ورثتش منهم غير الفقر أقول لك ما تخافش. سيب الولادة الأولى اللي اتولدتها من أبوك وأمك وعيش الولادة الثانية اللي اتولدتها من الله. هتلاقي نفسك وارث مع المسيح. لما واحد يورث نسأل سؤال التركة إيه؟ يا ترى التركة اللي هنورثها مع المسيح إيه؟ قد دفع إلي كل سلطان مما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض. يعني كل الكون ورثوا المسيح ونحن ورث معه لانه احنا اخواته هو بكر وسط اخوه كثيرين ادي معنى كلمه ورثه مع المسيح يبقى اذا هنا لما بيجي يقولك ورثه الملكوت الذي وعد به الذين حط بين دايره يحبونه الحب هو الميزان للقرب من الله شوف إن قدمت جسدك حتى يحترق وملكش محبة عند الله فلا تنتفع شيئا حب ربنا حبه من كل قلبك من كل فكرك من كل نفسك من كل قدرتك حبه وحب قريبك كنفسك عشان كده بيقولك أما أنتم فأهنتم الفقير كونك تحتقر الفقير أنت بتهينه طب ليه بهين الفقير أصلا أنا ليا نظرة الراجل ده غني وليه عزوة وما أقدرش عليه هيوقفني عند حد أما أنتم فقد أهنتم الفقير أليس الأغنياء يتسلطون عليكم؟ وهم يجرونكم إلى المحاكم يعني هل واحد فقير شدك للمحكمة اللي بيروحوا للمحاكم الأغنياء عشان انتم مستلفين منهم وبيطلبوكم بحقهم لكن الفقير غالبان مش هيطلبك بحاجة أما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم إيه كلمة يجدف على الاسم الحسن؟ الاسم الحسن انك انت خدت اسم المسيح اتعمدت فلما اتعمدت خدت اسم المسيح فيبتدي يجدف عليك والتجديف على الاسم الحسن ان يشتم دينك او يشتم ايمانك او يتكلم ضد ايمانك باللغه البلدي لما يكون واحد غني وليه فلوس عندك وبعد كده انت ما معكش تسدد ممكن يضطر انه يروح سبب لك الدين فهو ده كلمة يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم فإن كنتم تكملون الناموس الملوكي الله هنا دخل حاجة في ناموس الحرية في ناموس الملوكي ايه هو تكميل الناموس الملوكي تكميل الناموس الملوكي ان ربنا اختارنا عشان نبقى ملوك وكهنة الحرية مرتبط بالكهنوت والملوكي مرتبط بالملوك الحرية كهنة والكاهن يقربك لربنا والملوكي ملك يعني انت وارث مع المسيح ما عندكش استعداد ان يكون ليك اي مراس في الارض كل مراس الارض بالنسبة ليك يعتبر فلسو ما يشدكش ما يخليش عينيك هتبقى لناحيته ولا فيه عشان كده بيقولك لك انتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب حسب الكتاب الفقير ده ملك ما دام مؤمن الفقير ده مالك ومالك معاك ووارث معاك مع المسيح وعضو في اعضاء الجسد الواحد اللي هو جسد المسيح لو بصيت لاعضاء الجسد الواحد ما تقولش ان في عضو ضعيف وعضو قوي، لا مين ما بيقودش جسد ويربيه؟ اضعف حاجه فيك بالنسبه ليك ضفر الرجل لو اتخلع ضفرك من رجلك بتتألم وتحاول تعالجه عشان تطلعه تاني لان لو الضفر اتخلع مش هتقدر تدوس على رجلك في أعضاء فينا حسنة وفي أعضاء فينا قبيحة لكن يقول لك الأعضاء القبيحة لها مجد أعظم إيه الأعضاء القبيحة؟ وإيه والجميلة؟ الجميلة اللي تحب تبص لها يعني تحط تحب تبص لجمال الوجه للون العينين لمنظر الشعر لكيان الجسم دي الجميلة لكن القبيحة أنت ما تقدرش تبص لكبد إنسان أو للكلية بتاعت الإنسان أو لرئة من الإنسان عارف أن الحاجات دي اللي أنت مش هتقدر تبص لها دي الأهم لأن لو كان شكل جميل أو مش جميل أنا إنسان وكامل وعايش لكن الكبد لو تعب أنا أتعب بالكامل والكلية لو تتعب أنا أتعب بالكامل الحاجات اللي أنا مش قادر أنظر لها ده ليها مجد في كياني. إيه رأيك في منظر الدم؟ الواحد لما بيشوف الدم بيقشعر جسمه لكن الدم لازم لوجوده في جسدي على رأي واحد الرغم إني ما بحبش أشوف منظره لكن بيجري في عروقي ومن غيره ما أقدرش أعيش. يبقى إذن هنا لما بيجي يتكلم بيتكلم انكم انتوا لازم تكملوا الناموس الملوكي حسب الكتاب. ايه هو الناموس الملوكي؟ في الحتة اللي فاتت حب الرب إلهك من كل قلبك، هنا الناموس الملوكي تحب قريبك كنفسك. ده الترمومتر اللي تقيس بيه معاملتك مع الناس. ايه هي؟ ما تريدوا ان يفعل الناس بكم افعلوا بهم انتم هكذا الناس عايزهم يعملوك ازاي زي ما عايز الناس يعملوك عاملهم ولا انت تجرح الناس ومش عايز حد يجرحك انت تهين الناس ومش عايز حد يهينك لا يبقى الملوك يعني تتعامل كملك والملك عنده عدل الملك عنده عدل يعني لما تلاقي واحد ليه مشكله حط نفسك مكانه واحد غلط غلطه ابتدت الناس كلها تفضح وتمسك سيرته طب لو كان الواحد ده انت كنت بتتمنى واحد يجي يدافع عنك او يداري عليك طب ما تدافع عنه وتداري عليه فدي نقطه مهمه عشان كده بيقولك تحب قريبك كنفسك فحسناً تفعلون ولكن إن كنتم تحابون تفعلون خطية أكتر حاجة خطية المحاباة إنت آه وإنت لا إنت آه وإنت لا إنت هستفيد منك يبقى شيلك على راسي إنت مش هستفيد منك يلا بناقص لا أنا ما اتعاملش بمحاباة أحب الكل وأتعامل مع الكل عشان كده إن كنتم تحبون وتفعلون خطية موبخين من الناموس كمعتادين ولكن إن كنتم تحابون تفعلون خطية موبخين من الناموس كمتعدين يعني بلاش تتعدى الناموس وحاول تنفذ الناموس في حب الكل وبعدين حط لنا منهج ايه هو لان من حفظ كل الناموس الوصايا العشره وعثر في واحده فقد صار مجرما في الكل واحد قال جملة عجبتني قوي بيقول الوصايا العشرة عبارة عن حلقات عشرة مربوطين ببعض وانت ماسك فيهم من تحت ومتعلق لو اتكسرت منهم حلقة هتنزل وتتكسر ولو انكسروا حلقتين هتنزل وتتكسر ولو انكسروا العشرة هتنزل وتنكسر يعني كل من أخطأ في واحدة قد ظهر مجرما في الكل وما فيش حد فينا لم يخطئ من منكم بلا خطية لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل يعني لا تزني أنا مش بزني خالص لكن قتلت أنا أعذرني بقتلت لكن زنيت يبقى أنا متعدي الناموس عشان كده قال أيضا لا تقتل فإن لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعديا الناموس هكذا تكلموا وهكذا افعلوا كلمة تكلموا يعني علموا الناس وافعلوا علم واعمل هكذا تكلموا وهكذا افعلوا كعتيدين ان تحاكموا بناموس الحريه في ناموس ملوكي في ناموس الحريه كيف اتحاكم بناموس الحريه الحريه اللي هي قال عنها حيث روح الله فهناك حريه يعني خليك مقود بالروح القدس الروح القدس هيرشدك ايه الصح وايه الغلط الروح القدس هيقودك في موكب النصره لانه حيث روح الله فهناك حريه وان حرركم الابن فبالحقيقه تصيرون احرارا لان الحكم هو بلا رحمه ايه معنى كلمه الحكم بلا رحمه لمن لم يعمل الرحمه يعني ربنا قدام ما انت تقف قدام كرسي المسيح لو انت اتعاملت في مع العالم مع اللي غلطوا فيك بلا رحمه ربنا هيتعامل معاك بلا رحمه ان كنت انت صفحت وسمحت على اللي غلط فيك هيعاملك ويصفح عنك لانه بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد يزاد انت اختار وده اللي عمله مين ده اللي عمله داوود داوود لما زنى وقتل ونزلت البلاوي على دماغه وجاء ابنه أبشالوم عايز يقتله وهو هارب جه شمع ابن جيرة وقعد يشتم في داود بينهم نهر الأردن بينهم نهر الأردن وافتكر ان محدش هيقدر يعدي نهر الأردن طب ده واحد يسحب سهمه ويضربك ينزلك ميت ويشتم ويشيل التراب ويقول له يا انت هيحصل لك يا عبد بالعال والله والله ويشتم فيه ويلعن فيه واحد اللي هو ابي شاي ابن صراوية اخو يقاب قال له مولاي مش هضربه بالسهم من هنا اديني اذن اعد الاردن اجيب لك رقبت واجي قال له لا الله قال له سب داوود الله قال له قال اه ربنا سمح ان ده يسبني لما ده يسبني وفي ايدي ان اقتله واصفح عنه ربنا هيصفح عني ويختار لي الكيله اللي ترجعني للخدمه بتاعتي داوود كان عظيم داوود كان عظيم عشان كده هنا لما بيقول تحاكموا بناموس الحريه لانه هو الحكم بلا رحمه لمن لم يعمل الرحمه والرحمه تفتخر على الحكم، يعني ايه تفتخر؟ يعني لو عشت حياتك كله ما تدينش لحد انت نفسك لن تدان، يبارك حياتنا ويحفظنا ويمتعنا في الايمان ويعطينا ان نعيش المسيح يسوع له كل مجد وكرامه الى الابد امين.